الدنيا نهار يليه من الحالكات ليالي، والحكيم من يتعظ بغيره ويعقل. فلا تعدن بشيء لست عليه قادرا، وكثيرا قول لا أسلم لك وأفضل. وإن جبنت عن فعل مكرمة فالناس بالناس والجمال كل ثقيل تحمل. وتعطش أياما والماء على ظهورها، ومانع مائها على ظهورها ولا تسأل. كيف نسيت أياما خاليات كنت بيننا، تشتكي النائبات بدموع سخيات وتتململ. تتلون كالحرباء ولونك فيه اصفرار، وتعب الخير من خزائن علمنا وتنهل. واليوم حينما عدت بذات مقام معنا، صرنا عندك صغارا وعن الصغار لا تسأل. لا تفرح لحظة بما عندك أخا يعربي، فكم من عزيز في طرف عين يفشل. وكم من أطناب ظنت أنها راسيات، كسرتها الريح وصارت في قبرها تتململ. فلا يدومن من عزها غير الذي أرضى الله، فجزاؤه في الآخرات أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جميلة من الكوزينة البنينة. وكالعادة يا سادة، أخبار حلوة، وقبل الأخبار الحلوة شوية بقلاوة جزائرية. عنوان الخبر بيقول لك سوناتراك ستوقع مع الشريك الإسباني ناتوردي اتفاقا حول الأسعار الجديدة للغاز. الموضوع مش جديد، اتكلمنا عليه أكتر من مرة، اتفقوا خلاص ومش عاد باقي غير توقيع الاتفاق الجديد، واللي على ما يبدو الأسعار فيه هتتضرب في اتنين، يعني أسبانيا هتدفع ضعف سعر الغاز اللي بتدفعه حاليا. وفي التفاصيل خبر بيقول لك اعلن الرئيس المدير العام لشركه سوناتراك توفيق حكار، وانا قلت لكم 100 مره انا بحب الشغلانه دي، خدوني معاكم ولا حد عبرني. طب اشتركوا في القناه ووصلوني 100,000 علشان نخلص ونروح نزور الجزائر، عاملين لي فيها من بنها. المهم سوناتراك بتتعامل مع 11 زبون كبير، اتفقت مع 6 منهم، باقي 5 زباين هتتفق معاهم على الاسعار الجديده. لكن الاهم ان هي اتفقت مع ايطاليا وقبل كده فرنسا وحاليا اسبانيا، ودول الاهم لان هما تقريبا بياخدوا معظم الانتاج الجزائري. طيب حكار كان بيعمل ايه مع مجمع انيل الايطالي؟ هو نفس الكلام، كان بيتفق معاهم على الاسعار الجديده. وفي المؤتمر الصحفي سالوه على اسبانيا، وناتوردي قال احنا اتفقنا خلاص ومش باقي غير نمضي العقد. ولما سالوه عن الكميات اللي بتتصدر لاسبانيا، قال انه ميت جاز ما يقدرش يشيل اكتر من 11 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، واحنا بنبعت الحموله دي، احنا بندي لاسبانيا حاليا 100%. قالوا له طب دينا تربي، طب في انديسا في اسبانيا تعمل ايه؟ قال انه انيل الايطاليه وفرعها انديسا اللي في اسبانيا احنا اتفقنا معاهم برضو على رفع الاسعار، يعني من الاخر احنا رفعنا على الكل. والى هنا عزيزي المشاهد الجميل، طب انتهت حلقتنا الجميله دي النهارده، واللي اتمنى تكون عجبتكم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطا او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.